انت ما عملتش حاجه من الكوره؟ لا، اللي عملته صرفته، بس الحمد لله لان احنا من عيله كبيره في الشرقيه وعندنا ارضنا وعندنا حل. لا بس شكلك يعني ما مسكتش. انا مسرف. ايه؟ انا مسرف. مسرف قوي، وما كنتش ببص لبكره، وعمر ما افتكرت ان الكوره هتغدر بيا، عشان كده بنصح الناس الكوره غداره. فاللي عمل رمضان صبحي ده صح. الله الله الله. الكوره غداره. اللي عمل رمضان صبحي ده بيأمن مستقبله، عبد الله السعيد أمن مستقبله، أحمد فتحي أمن مستقبله. إحنا جيلنا ما أمنناش مستقبلنا. هات لي واحد من جيلنا غير مثلا هاني رمزي مثلا سافر أو أو أو، كله يعني عادي في الوسط. يعني أنا مش مكسر أوي أو مهيب، يعني مش بكح تراب أوي. لا يعني مش قصدي يعني إنما ما عنديش الملايين. أنا بتكلم مع